لقيت كانت وهو شخصية عالمية معروفة أو ما معروفة؟ معروفة. لما يعرف الحرية يعني بحثت عن تعريف الحرية عند العالم الغربي، أريد أشوف شنو تعريفهم للحرية. فأخذت كانت نموذجا كما يعبر الأكاديميون على طريقة الأكاديميين. شنو يقول؟ يقول الحرية هي الاستقلال عن كل شيء ما عدا الأخلاق عند الإنسان. الاستقلال عن شنو؟ عن كل شيء ما عدا القواعد الأخلاقية. كان يقول هاي أعتبرها شنو؟ حرية. هذا فد أنموذج أعطيتك إياه للحرية، هذا الاسم المعروف عالميا. تسألني تقول لي إحنا كمسلمين شنو تعريف الحرية عندنا؟ هسه الحرية عد كان تعرفناها، الحرية عندنا كمسلمين شنو؟ بالله ما بعولي، الحرية عندنا إيش أعبر؟ هي التخلص، تخلص من الرق والعبودية لكل شيء غير الله تعالى. شلون حكاية عظيمة هاي؟ احنا هاي نسميها شنو؟ حرية. هاي رقابنا ما ننطيها لأي مخلوق من مخلوقات الله ولغيره، بل نعطيها لله ومن أمرنا الله تعالى باتباعه. غير هذا نعطيه رقابنا يوم ما نعطيها، ها؟ ما نعطيها. هذه الحرية عندنا، فلا طاعة للشيطان ولا طاعة للإنسان من دون أمر الله تعالى. ربنا إذا أمرنا أن نطيع إنسان فهذا صير إطاعته إطاعة الله، يعني كما يعبر بالتعبير التخصصي إطاعته تكون في طول إطاعة الله مو في عرض، في طول إطاعة الله. بتعبير آخر تصير إطاعة امتدادية، امتدادية لطاعة الله، فهي طاعة لله تعالى. التفتولي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثلا، ولا طاعة مطلقة لأي أحد إلا لله تعالى ولمن أمرنا الله تعالى باتباعه وإطاعته. هاي هم تعريف الحرية عندنا كشنو؟ كمسلمين.